بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي ارتضاه بنفسه سبحانه وتعالى وفرضه على عباده إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والإسلام دين كامل في عقيدته وفي شرائعه، متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، بل ومتميز عنها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وحال وأمة. وهو دين وسط في عقائده وفي عباداته وفي أخلاقه وفي أنظمته المالية والسياسية. والمراد بالوسطية الاعتدال في تحقيق الشريعة فهما وسلوكا، وهو أن يكون الإنسان في دين الله عز وجل وفي سيره إلى الله تعالى وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. فضابط الوسطية ما جاءت به الشريعة، وما خالف الشريعة فليس بوسط، بل هو مائل إما للإفراط وإما إلى التفريط. فالوسطية يقابلها أمران: الغلو والجفاء. والغلو سببه فتنة الشبهات، وهي التباس الحق بالباطل، بأن يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا المرض وهذه الشبهة العلم النافع. والجفاء سببه فتنة الشهوات، وهي الميل والانحراف عن شريعة الله تعالى. ودواء هذه الشبهة وهذا المرض أمران: الأول النية الصالحة، والثاني الأعمال الصالحة. فمتى علم الله عز وجل من العبد حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير يسره لليسرى وجنبه العسرى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد جاءت هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية، جاءت بالتيسير والتسهيل والاقتصاد الذي بين الغلو والتفريط. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة لله الحمد ميسرة في أحكامها وفي تشريعاتها، عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة. والتيسير في الشريعة الإسلامية نوعان: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. فأما الأول وهو التيسير الأصلي، فإن هذه الشريعة ميسرة من حيث الأصل في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وتعاملاتها. والنوع الثاني التيسير الطارئ، بمعنى أنه إذا وجد سبب يقتضي التيسير فإن ثمة تيسير آخر. فمثلا
من لم يستطع القيام في الصلاة في صلاة الفريضة فإنه يصلي قاعدا. فالقيام أو الصلاة من حيث الأصل ميسرة، لكن لو قدر أن شخصا لا يستطيع أن يقوم في صلاته فإنه يصلي قاعدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك أيضا من لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فإنه لا يجب عليه أن يستعمله، بل يعدل إلى التيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك أيضا من لم يستطع الصيام فإنه لا يجب عليه، ولكنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وقد جاءت السنة، أعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حافلة بمظاهر ومعالم الوسطية والاعتدال، وسوف أذكر بعض الأمثلة على ذلك، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملة والسلوك. فالمثال الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال لها: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني من كثرة صلاتها وعبادتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. ومه اسم فعل أمر، وهي كلمة زجر بمعنى كف. فقال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون، أي الزموا من الأعمال ما تطيقون، ولا تكلفوا أنفسكم، لأن الإنسان إذا كلف نفسه وأجهدها أصابه الملل وانقطع عن العمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا أعني قوله إن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله تعالى يثيبكم على أعمالكم، فمهما عملتم من عمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه. فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه بالطاعة وبكثرة العمل، بل يكون عمله قصدا، لأن كثرة العمل تصيبه بالملل فلا يتمكن من الاستمرار. فالاقتصاد في العبادة أدعى للنشاط فيها وأدعى إلى الاستمرار، لأن الإنسان إذا كلف نفسه بالأعمال الشاقة والعبادات الشاقة فإنه في هذه الحال يشق عليه الاستمرار عليها، وحينئذ ينقطع عنها. وكان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه. فهذا مثال ومعلم ومظهر من مظاهر الوسطية التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه
وقال: ولكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأصل هذا الحديث أن رهطاً أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي من الليل 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهو عليه الصلاة والسلام يصلي وينام. ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال: وأصوم. وكان يصوم 3 من كل شهر، وربما صام يوم الاثنين والخميس، وكذلك الأيام الفاضلة كعرفة وعاشورة، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وقالوا: وأتزوج النساء، أي أني لا أترك النكاح تبتلا وتعبدا. فمن رغب عن سنتي، أي أعرض عنها زاهدا فيها، فليس مني، أي ليس من أهل طريقتي، بل أنا بريء منه. فهذا الحديث فيه دليل على محاربة الإسلام للرهبانية، بحيث يكون ليله قيام ونهاره صيام وصمته فكر وكلامه ذكر، لا حظ له في الدنيا ولا حظ للحياة فيه. فالانقطاع للعبادة والتكلف والتقشف بالعيش والبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها مما جاء الإسلام بمحاربته. وفي مقابل ذلك المبالغة في الماديات والتعلق بالدنيا، بحيث لا يكون له هم سوى أنه يلهث وراء حطام الدنيا. فالإسلام وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. وليس من كمال التدين إتعاب النفس في العبادة والبعد عن ملاذ الدنيا، وليس من كمال التدين إتعاب النفس في العبادة والبعد عن ملاذ الدنيا. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريق لما اشتمل عليه من إعطاء النفس حظها من الراحة واللذائذ المباحة مع التعبد لله. والإنسان متى أخذ بالقصد ولم يتكلف دام عمله، وتمكن من أداء الحقوق كلها، حق الله تعالى وحق النفس وحق الأهل والأولاد وحق الأصحاب وحق عموم الناس بيسر وسهولة. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله
عدومها وإن قل. فموافقة السنة خير من كثرة العمل، ولهذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. المثال الثالث من الأمثلة التي تدل على مظهر من مظاهر ومعالم الوسطية والاعتدال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، يعني بين العمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ يعني ما سبب مده بين الساريتين؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فإذا فترت أي كسلت عن القيام في الصلاة تعلقت به لتستعين به على القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، يعني إذا كسل عن القيام في الصلاة فليرقد. وهذا الحديث فيه حث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التشدد والتعمق، وأنه ينبغي للمرء أن يقبل على عبادته بنشاط، لأن ذلك أدعى إلى حضور القلب والخشوع. ولهذا قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه وما يصده عن العبادة فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك فارغب، أي أعظم الرغبة في قبول دعائك وإجابة دعواتك. فهذا أيضا مثال ومظهر ومعلم من معالم الوسطية والاعتدال في السنة. المثال الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. والنعاس مقدمة النوم، أي أن الإنسان إذا أحس بالنعاس أي بمقدمة النوم فليرقد، يعني فليتجوز في صلاته ويتم صلاته ثم ينام. وذلك لأن الإنسان إذا صلى وفيه النعاس وهو مقدمة النوم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني أنه يريد ويقصد الاستغفار لكن من شدة غلبة النعاس عليه ربما سب نفسه. وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان للحكمة من ذلك. فهذا الحديث أيضا فيه مشروعية الاقتصاد في العبادة وعدم التكلف، وأن الإنسان يقبل على عبادته بخشوع وحضور قلب. وفيه أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتدبر ما يقوله في صلاته من تلاوة وذكر، وأنه إذا صلى في هذه الحال أن أعني في حال النعاس أنه ربما سب نفسه من حيث لا يشعر. المثال الخامس من الأمثلة الدالة على الوسطية والتي فيها مظهر من مظاهرها ومعلم من معالمها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. كانت صلاته قصدا أي بين الطول والقصر، وخطبته قصدا أي بين الطول والقصر. وهذا الحديث يدل على مشروعية القصد في الصلاة، وضابط القصد والتخفيف هو موافقة السنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته قريبا من السواء. وهذا يدل على مشروعية الاقتصاد في الصلاة والتخفيف فيها. ثم اعلم أن التخفيف الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نوعان: تخفيف أصلي وتخفيف عارض. فالتخفيف الأصلي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة. ثم هناك أيضا تخفيف آخر عارض طارئ، وهو أنه إذا عرض للإمام ما يوجب التخفيف فإن المشروع في حقه أن يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمع بكاء الصبي وهو في الصلاة أنه يخفف، مع أنه كان يريد الإطالة، وذلك لئلا تفتتن أمه، لأن الأمة إذا كانت تصلي وسمعت صبيها يصيح إما من ألم وإما من جوع أو عطش فإن قلبها ينشغل به وتنشغل حينئذ عن صلاتها وعن الإقبال على عبادتها. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يراعي مثل هذه الحال. وهكذا لو حصل للإمام أيضا في أثناء صلاته أنه كان يصلي بالناس وحصل ما يوجب التخفيف بحيث أنه يشق على المأمومين أن يصلي بهم الصلاة المعتادة، فإنه يخفف، وهذا التخفيف من السنة، كما لو كان يصلي بجماعته في فصل الصيف فانطفأت الكهرباء وحصل حر شديد يشق على المأمومين، فحينئذ يشرع للإمام أن يخفف الصلاة لئلا يشق عليهم. وهكذا أيضا لو كان يصلي بهم في الشتاء فنزل مطر يتضررون به فليخفف وليراعي من حوله، لأن الإمام لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إذا أممت الناس فخفف. فقوله إذا أممت الناس دليل على أن الإمام لا يصلي لنفسه بل يصلي لغيره. وقال: فإذا صلى أحدكم، يعني النافلة أو الفريضة لوحده، فليطول ما شاء. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أمره لمعاذ بالتخفيف ومراعاة الناس بأن خلفه الكبير والصغير والمريض وذو الحاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والصغير والمريض وذو الحاجة. فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين الذين خلفه. وهذا أيضا من الاقتصاد ومن الوسطية والاعتدال، فلا غلو ولا جفاء، لأن من الأئمة من لا يراعي أحوال المأمومين، فتجد أنه يطيل في الصلاة إطالة خارجة عن السنة، مع أن خلفه من المأمومين من هو في حاجة إلى التخفيف. ومن الأئمة أيضا من هو على المقابل من ذلك، فتجد أنه يخفف تخفيفا لا يتمكن المأموم خلفه من الطمأنينة في صلاته. ومعلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة.
من مظاهر الوسطية والاعتدال في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، أضرب لذلك مثالين. المثال الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما كان في المرة الثالثة قال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر ما جاء في الحديث. والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل ولم يزجر لعلمه أنه جاهل، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، فكان تعامله مع أصحابه يعامل كل إنسان بحسب حاله، الجاهل له حال والعالم له حال، ومن قصد المخالفة له حال ومن لم يقصد المخالفة له حال. وهذا دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه، وهذا من الاعتدال في التعامل. كذلك أيضا مثال آخر، أن رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، أعرابي دخل إلى المسجد فبال فيه فزجره الناس، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهوه كيف تبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزهموه، نهاهم أن يزجروه، وإنما نهاهم أن يزجروه لما يترتب على زجره من المفسدة. وذلك أن هذا الأعرابي لما شرع في البول في المسجد فالمفسدة تحققت، فزجره ونهيه عن ذلك وقيامه يترتب عليه مفسدة أعظم. المفسدة الأولى انتشار البول، فلو بقي في موضعه لكان البول في موضع واحد، لكن إذا قام انتشر البول في مكان آخر في المسجد. وثانيا أيضا أن قيامه سبب لتلوث ثيابه وبدنه في البول، أن قيامه سبب في تلوث بدنه وفي تلوث ثيابه بالبول، وحينئذ تكون هذه المفسدة أعظم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بوله أرشد هذا الرجل إلى ما يجب للمساجد من الاحترام والصيانة، وأنها بيوت الله عز وجل، وأمر أصحابه أن يريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ومن أمثلة أيضا تعامله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ومن مظاهر الاعتدال والوسطية في سنته حديث معاوية بن الحكم حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فشمته معاوية ظنا منه أنه يجوز أن يتكلم في صلاته، فرماه الصحابة بأبصارهم إنكارا على ما حصل منه، فقال واتك لأمياه. لما فرغ من صلاته بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا في تعامله مع أصحابه على أن يكون موجها ومرشدا بل ومعلما
ولهذا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لم قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، نحو من 20 رجلا من الشباب، ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية ودين الإسلام. قال رضي الله عنه، أعني مالكا، قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهذه الجملة ميزان وقاعدة في التربية والتعامل، سواء كان ذلك مع أولاد الإنسان نفسه أو مع عموم الناس. فقال: علموهم وأدبوهم، فبدأ بالتعليم قبل التأديب، خلافا لما يفعله بعض الناس من الجهلة، فتجد أنه يؤدب قبل أن يعلم، وهذا كما أنه مخالف للسنة فهو مخالف للعقل أيضا، لأنك إذا علمته فقد أقمت عليه الحجة، فلا يكون له عذر في المخالفة، بخلاف ما إذا كان جاهلا. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحرص على عدم الإنكار المباشر على الشخص، لأنه ربما كان جاهلا، فإذا كان كذلك فليعلمه ثم ليؤدب، بمعنى أنه إذا علمه ثم حصلت منه المخالفة بعد التعليم، فحينئذ يكون له الحق في زجره وفي نهيه، لأنه ارتكب المخالفة عن علم وعمد. هذه بعض الصور والمظاهر والمعالم التي تدل على الوسطية والاعتدال في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعاملاته، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالمعاملة. فعلى المرء أن يحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بهديه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه هو الدين الذي جاء بكل مصلحة ونهى عن كل مفسدة، وجاء بالحث على كل خلق فاضل جميل، والنهي والتحذير من كل خلق فاسد رذيل. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.